في الرواية الملائكة ينظرون إلى إلينا إحنا، إحنا إلى بني آدم كما ينظر الأطفال إلى هذه الدنيا. شايفين إن شاء الله الله يحفظكم أطفالكم. هذا الطفل تشير إلى سيارة، سيارة نايلونية صغيرون، يقول سيارتي. أنتم الكبار تقولون عقل عقل طفل وخليه يقول سيارتي. إذا عندك ابنية الله يحفظ بناتكم، ابنية صغيرة تأخذ بيتها العاب تقول بنتي ابني، هذا مو ابن العاب. أطفال يسوون بيت من الرمل من الطين يقول بيتي، بعدين هذا البيت ينهدم يروح خلص. إحنا وياك إذا واحد يقول عمي تعالي كبار هذا ابني اللي يقول سيارتي يقول لعبتي، شو تقول له؟ يقول له عمي عقلية عقل طفل، هذا بقد عقله ده يحكي. اللهم بالقرآن يقول، يقول أنتوا الناس قد عقلتكم تحكوا، ذلك ما بلغهم من العلم. هاي عقليتكم أنتوا البشر، قصري بيتي ملكي. يا عمي كل شيء ما عندك، بس غمضت عينك كل يروح. الآن شوفوا هاي الكلمات المتقاربة بين كلام الإمام زين العابدين وجده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عليه السلام يقول الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا.